ده هيخليني يعني انت اكيد سعيد بحكايه المونوريل. المونوريل ده النقل الكهربائي اللي هينقل مصر نقله كبيره يعني، بالظبط. وهتبقوا انتوا الشباب اكتر ناس واجيال، انتم وعائلاتكم ويعني الاجيال اللي هتبقى مستفيده بيه. دايما بحس انه الاختراعات الجديده كلها بقت تروح للطاقه البديله، لانه كمان العالم كله بيبحث في الطاقه البديله. كان في تصريح كده لسيد وزير الكهرباء عن يعني قال لك انه بقى في مصر حكايه النور المستدام، نور لعدم انقطاع الكهرباء بشكل كبير جدا لاستخدام الطاقه المتجدده زي الشمس وزي الهيدروجين وزي حاجات كتير جدا. فانت كمخترع صغير يعني شايف ان البلد بدات تعمل خطوات، وانت بقى كمان عايز تقدم خطوات مختلفه كمان. أنا في البداية لازم أقول إن الدولة المصرية بشكل خاص بدأت تشتغل في النقطة بتاعة النقل أو النقل الكهربي عموما، عشان خاطر هي بدأت مؤخرا تمام إن هي تشتغل على مستوى النقل عموما مش النقل الكهربي بس، فبالتالي طورت طرق، طورت منظومات، طورت أجهزة، طورت حاجات كتيرة جدا، ومؤخرا المشاريع الكهربائية اللي بتحصل دلوقتي في النقل. فبالتالي إحنا دلوقتي عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا جدا جدا. النقل الكهربي مهم وكل حاجة، بس التخلص من النقل البترولي اهم. هنخلص منه ازاي؟ لما يقلوا بديل يوازيه في نفس الامكانيات ونفس الـ كل المزايا اللي في النقل البترولي ننقلها للنقل الكهربي. يعني نعم مش هيبقى نفس الكفاءه في فتره معينه او في الفترات يعني القليله مثلا دي، تتكلم بس على قدام السيارات اللي هي بتتشحن على سبيل المثال، مثلا، يعني على سبيل بدل ما المثال هناخد سيارة بالبنزين هنشحن كهرباء زي الموبايل، بالكهرباء نشحن مثلا. طبعا السيارة ليه لا؟ ونمشي، الشمس وده بدأ يبقى صح، موجود في العالم بدأ موجود في العالم، وانتشار بس واسع ايضا. بالظبط انتشار واسع سواء بقى في الصين او في امريكا او في اوروبا. بس نلاحظ بقى فكره ان الصين، امريكا، اوروبا، فين الدول العربيه؟ فين الشرق الاوسط؟ فين افريقيا؟ فين؟ مفيش. ليه بقى؟ عشان خاطر الحاجات دي غاليه تمام، تصنيعها غالي، محتاج مصانع كبرى تمام، بلس بقى ان كمانها غالي، وعشان تعملها محتاج بنيه تحتيه، بنيه تحتيه قويه، مش بنيه تحتيه، بنيه تحتيه مش موجوده في اي دوله عربيه دلوقتي، كانتش موجوده مؤخرا في اخر 10 سنين، كانتش موجوده في اي دوله بره، عشان خاطر دي بنيه معموله للسيارات الكهرباء مخصوصه. بس انا يعني الكلام اللي انت بتقوله ده انا عارفه، لانه كمان بدا التفكير في السيارات الكهربائيه، وبدات مصر تطور البنيه التحتيه بشكل كبير. بالظبط. انا مره هاخد زملائي يشوفوا الحاجات الجديده صحيح. اللي بقت بالظبط. موجوده، وده اللي ممكن ينقل هذا النوع من المشروعات، ان يبقى عندك بيئه تحتيه سليمه صحيحه صحيح. تطلع بيها تطلع انت بيها بالمشروع فريق. بنيه تحتيه.